الحدث الذي تصفه بالنادر؟ فرصة واحدة من أصل مليون فرصة؟ لحظة واحدة في العمر؟ كلا، هذا سهل للغاية. ماذا عن شيء حدث مرة واحدة أو مرتين فقط في التاريخ؟ هذا تحدي جدير بباحث حقيقي عن العجائب. إليك قائمتي. 1- تدفق نهر الميسيسيبي بشكل عكسي. سنبدأ بحدث ليس شديد الندرة كما قد تعتقد، لنتحدث عن أحد أشهر الأنهار في أمريكا. تأتي هذه الشهرة من الحجم الشاسع والقوة التي يمتاز بها نهر الميسيسيبي العظيم. يمر عبر 10 ولايات ويتدفق عبره أكثر من 3.4 مليون لتر من المياه كل ثانية. الأنهار بطبيعتها لا يمكنها العودة للوراء أبداً، لكن في الواقع يبدو أنه بإمكانها ذلك، وحتى نهر الميسيسيبي تم رصده يتدفق على نحو عكسي، ولم يكن ذلك لمرة واحدة فقط بل 3 مرات. في المرة الأولى التي حدث فيها ذلك في العام 1812، بقي النهر ساكناً ثم تدفق إلى الوراء نتيجة لظاهرة تسمى التسونامي النهرية، والتي نشأت من زلزال قريب. أما المرتان الأخريان فكانتا حديثتين نسبياً، في عامي 2005 و2012، حيث تدفق الميسيسيبي للخلف بسبب أعاصير قوية. في المرة الثانية التي تسبب بها إعصار آيزاك، تدفق النهر بشكل عكسي لـ 24 ساعة بوتيرة أسرع من المعتاد. 2- اصطياد كراكن حقيقي. كان في السابق وحشاً مرعباً من الخرافات والأساطير القديمة، لكن لم يعد هذا المخلوق الضخم جزءاً من عالم الخيال، بل حقيقة من الواقع. قبل فترة كان أخوه الأصغر حباروس بيج العملاق مجرد حكاية تسمعها من بحار عجوز أو صيادين، لكن بعد العثور على المزيد من المناقير العملاقة في بطون حيتان العنبر المعروفة بمواجهة هذه المخلوقات الضخمة وأكلها، فقد اعتبر العلماء السبيج الضخم والعملاق كائناً حقيقياً. لكن حتى عام 2007 لم يكن هناك أي دليل آخر على وجوده سوى المنقار. وفي 22 فبراير عام 2007، تمكن صيادون على متن سفينة سان أسبايرينغ من صيد أول حبار حي بوزن 495 كيلوغرام. تمكنوا من اصطياد وحش البحر هذا في شباك وتجميده لدراسته عن كثب. الطريف في الأمر أن هذا الحبار الضخم بدا صغيراً بطول بلغ 4.5 متر. كانت المناقير التي عثر عليها في السابق أكبر بكثير من منقاره، لذا يمكننا الافتراض على وجه اليقين أن مخلوق الكراكن الأسطوري موجود في مكان ما في أعماق البحار. أو لنذهب في رحلة بحرية للبحث عنه. 3- الوصول إلى حدود النظام الشمسي وتعديها. يعد فويجر 1 وفويجر 2 من أعظم إنجازات البرامج الفضائية المقامة على الأرض. كلا هاتين المركبتين الفضائيتين عبارة عن سفينة فضائية بحثية هدفت للذهاب لأبعد ما تستطيع في نظامنا الشمسي لمسافة بعيدة للغاية، وكانت النتائج مذهلة. كان فويجر 1 أول مسبار فضائي يتجاوز حدود المجال المغناطيسي للشمس وسحب الجاذبية. أما المسبار التابع فويجر 2 فقد كان أول مركبة تمكنت من المرور بأبعد كواكب معروفة في محيطنا، عملاقا الجليد أورانوس ونبتون. اكتشف فويجر 2 11 قمراً حول أورانوس لم تسبق رؤيتهم في السابق، كما ألقى نظرة فاحصة على حلقاته والطبقات العليا من غلافه الجوي. وبعد 3 سنوات في عام 1989 اكتشف أيضاً حلقات و6 أقمار جديدة حول نبتون. يحلق المسبار حالياً في الفضاء بين النجوم وقد أتم مهمته أخيراً. سنستمر في تلقي إشارات لاسلكية ضعيفة منه حتى عام 2020، ومن ثم سيحلق بمفرده باتجاه نجوم أخرى. 4- قرصنة الأنهار. السرقة سيئة بحد ذاتها، لكن سرقة نهر كامل بجميع مياهه المهمة للبيئة يعد مستوىً متقدم من الجرائم الشريرة. الجزئية الجيدة أن ذلك قد حدث مرة واحدة فقط في تاريخ البشرية، ولم يكن في الواقع تصرفاً بشرياً مقصوداً، بل نتيجة لذوبان كتلة كاس كوليتش الجليدية في كندا، مما فتح الطريق أمام المياه للسير من نهر سليمز إلى تدفق نهر ألسك. في غضون 4 أيام فقط في عام 2016
أوشك نهر سليمز على أن يجف تماماً بسبب هذا الحدث، وذلك بالتأكيد أحد أندر الحوادث على الإطلاق. 5. إشارة واو. لنكن صريحين، لو كان هناك حدث واحد فريد نود جميعاً رؤيته، فسيكون لقاء كائنات فضائية حقيقية. لكن للأسف نحن بعيدون للغاية عن هذه اللحظة، فلم نتمكن بعد من العثور على أي دليل ملموس على وجودها، باستثناء لحظة واحدة في تاريخ البشرية. في 15 من أغسطس عام 1977، كان عالم الفلك جيري آلمان يقوم بروتينه الاعتيادي في تلسكوب بيج إير اللاسلكي بجامعة ولاية أوهايو، عندما التقط فجأة سلسلة راديو غريبة في جدار غير مفهوم في العادة من ضوضاء لاسلكية. لكن استمرت هذه الإشارة 72 ثانية وكانت قوية، لم تقدم أي معلومات، ولم يتمكن العلماء من فك شفرتها مطلقاً. لكن لم يتم أبداً اكتشاف مصدر هذه الإشارة. الأمر المؤكد هنا عدم وجود تفسير طبيعي، ولا يمكن تفسيرها كجزء من تفاعل بشري أو خلل في تلسكوب لاسلكي، وهذا الدليل المحتمل الوحيد الذي حصلنا عليه، والذي يشير إلى وجود حضارات في الفضاء الخارجي. 6. انفجار نيزك تانغوسكا. لم تسقط النيازك على الأرض مرة أو مرتين فقط، نعلم جميعاً ما فعلته مع الديناصورات، لكن سقوط هذا النيزك مميز للغاية لأنه حدث في زمن قريب وعلى مقربة من مستوطنات بشرية. في 30 من يونيو في عام 1908، وفي سيبيريا الوسطى في روسيا، مر جسم عبر الغلاف الجوي للأرض ثم انفجر فوق قمم الأشجار مباشرة. تم سماع صدى صوت الانفجار على مسافة تبعد 804 كيلومتر من الانفجار نفسه الذي قضى على مسافة تزيد عن 2087 كيلومتر من الغابات. الأمر الغريب أن الحدث لم يتسبب في ظهور فوهة أو أي دمار كبير آخر، وترك العلماء في حيرة حول حقيقة هذا النيزك. 7. جفاف شلالات نياجرا. قد تكون تاج الشلالات الأمريكية رمزاً للثقة، فالشلالات الأخرى القريبة تتجمد أو تجف بانتظام، لكن اختفاء شلالات نياجرا نفسها في أحد الأيام كان على الأرجح الحدث الأكثر رعباً في حياة الناس، ولا عجب أن هذا الحدث قد تسبب في ظهور عدد من الخرافات والنبوءات حول نهاية العالم في المستقبل القريب. حدث ذلك في عام 1848، عندما تسببت رياح ثلجية قوية في تراكم الثلوج والجليد على النهر من شلالات نياجرا، وأدى ذلك في النهاية إلى تكون سد جليدي ضخم حجب المياه بالكامل لأكثر من يوم بقليل، وترك قاع النهر جافاً. في عام 1964، تم تركيب سلسلة طوافات في بحيرة إيري لمنع حدوث أمر مشابه في المستقبل، لذا يمكننا التأكد من أن هذه كانت المرة الأولى والوحيدة التي تجف فيها شلالات نياجرا. 8. حدث كارينغتون. الشفق القطبي المعروف أيضاً باسم الأنوار الشمالية معجزة خاصة بالمناطق الشمالية فقط من العالم، باستثناء ما حدث في اليوم الأول من سبتمبر في عام 1859. في ذلك اليوم كانت الأنوار بجميع أشكالها وأحجامها وألوانها تملأ السماء في نصف العالم، حيث وصلت جنوباً إلى جامايكا وهاواي وكوبا. أول من رآها ووضع نظرية عن سبب حدوث ذلك كان العالم الفلكي ريتشارد كارينغتون. كان يتفحص البقع الشمسية على سطح الشمس عندما لاحظ بقعتين كبيرتين أنتجتا ضوءاً هائلاً. اقترح أن هاتين البقعتين هما السبب في أن الشفق كان مكثفاً جداً، وكان محقاً. كان هذا الحدث توهجاً شمسياً هائلاً، ومن أندر الأحداث التي تربطنا بالشمس، وهذه الندرة جيدة لنا. ربما لم يتسبب بأضرار كبيرة في القرن 19، لكن قد يتسبب توهج مشابه في الوقت الحالي في تلف الكثير من المعدات الإلكترونية. لنأمل أن نكون مستعدين عند وقوع التوهج التالي وأن نستمتع بالمنظر فقط. 9. مراقبة أندر شيء ممكن. كل شيء آخر سيحدث بشكل متكرر أكثر من هذا الشيء، لأني أتحدث عن اللحظة المسجلة للتحلل الإشعاعي للعنصر الأكثر ثباتاً في الكون، زينون 124،
عبارة عن أكثر لبنة صغيرة ثابتة في نسيج الواقع. يستغرق تفكك ذرة زينون 124 وقتاً أطول من الوقت الذي مر على حدوث الانفجار العظيم، وقتاً أكثر بتريليون ضعف على وجه الدقة. زينون ثابت للغاية لدرجة أنه لا يتفاعل مع أي عنصر آخر، ويتجاهل جميع أنواع الإشعاعات تقريباً. إنه المرشح المثالي لصنع جهاز استشعار فريد للعثور على لغز مختلف تماماً للواقع. مادة مظلمة بعيدة المنال، ما الذي يمكنك استخدامه للعثور على شكل من أشكال المادة والذي لن يتفاعل مع أي شيء عدا العنصر الأكثر خمولاً وثباتاً في العالم؟ لكن بدلاً من المادة المظلمة، رأى العلماء عملية تحليل زينون 124. ربما لم تكن النتيجة التي يبحث عنها العلماء، لكن على الأقل لن تخذلهم أجهزة استشعارهم مرة أخرى. مهلاً، أعتقد أننا نود جميعاً أن نتحلل ببطء أكبر، ألا تتفق؟ وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو أعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي قد تحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.